2020 كانت الظروف والحظر هسه شويه شدوا المرور بالحساب بالشارع. لا والله مو بس مو على مود هالشغله هاي، بس هي ضروريه. بس هي ضروريه ولا وهسه يعني اداره المرور طلعت 10 سنوات يعني مده مو قليله. صحيح 10 سنوات مده طويله يعني طبعًا. بعد ما ترجع المعامله الا بعد 10 سنوات اكيد، فزينه احسن من 5 سنوات اكيد. إيه لان صدرتها ب 2015 شهر الواحد تنتهي 2020 شهر الواحد. جيد، يعني انت مرحب بقضيه العشر سنوات الاجازه؟ طبعا. زين عندك معلومه انه هسه يوصل للي ما عنده اجازه توصل العقوبه والغرامه الى مستوى معين يعني مشدده؟ اي طبعا، لانه هو التجديد حلو والنظام حلو. ليش؟ لانه راح يساعد على انه يكون انضباط بالشارع، يعني الله يشفينا الشر ويشفيكم الشر مثلا الحوادث المخالفات، وبنفس الوقت يعني مع احترامنا لهم صغار السن اللي يسوق ويلزم سياره ويسوي الحادث. انت شنو ايش حاجه اختارت بالمساء اجيت مو بالصباح؟ والله بصراحه لانه عندي التزام بالصباح وشغل. انت جاي قبل بالمساء؟ انا اول مره. لا التاجيات اول مره اجيها. اول مره اجيها. تشوف انه فارغه؟ تقريبا اي مو؟ اي طبعا. ماكو فد زخم؟ لا يعني تقريبا زين، يعني افضل من الصباحي. هو يعني صار ويا حراره ويا اي ويا حراره طبعا ويا حراره الجو نفس ها الصباح عندنا كثافه عاليه حقا. اعلى من الهاتف يمكن بعد المواطن ما عنده ثقافه المساء. احسنت اي بعد ما متقبل قضيه المساء. لا يعني يجوز احتمال يعني باله فد يعني تنقص بالمعامله او معامله تنروج بصوره كامله. هو يعني يتصور انه يجوز ما تكمل المساء. اي صح، فيقول لك الصباح يتحملها بصعوبتها بتضارعها. شوي وصلت اليوم مرحله بالتدريب؟ والله حاليا حاولوني في كابينه رقم 7 من التدقيق الكابينه رقم 7 اللي هي اي مرحله؟ يعني شبه النهائيه، فحص الفني ومن ثم الرسوم وتنتهي المعامله. شو وقت يستلم الاجازه؟ بعد الساعه. جيد. اي يعني المعلن يسلم الساعه يستلم. كلش حلو. اي نعم. نفس اليوم؟ نفس اليوم اي. يعني بس ساعه دوامكم؟ احنا بالسبعه الصبح لحد لا المساء شفت لا احنا مباشر ب 12:30 بالوحده يوميا. 12:30 بالوحده؟ اي. يعني اذا يجي واحد بثلاثه الظهر اي يعني يروج المعامله تاخذ لها ساعه ونص هيك اي ورا ساعه ياخذ يعني يجوز ساعتين ونص في الساعات. استاذ احمد لا مو احنا شنو يقيدنا الفحص النظر الاخوان جماعه اللجان الطبيه قاعد يجون بالثلاثه ونص بالاربعه يعني المواطن يجي يسحب استمارة ينتظرهم لا ما يجون. فبالتالي موضوع إرادة الصحه تجي من وقت. اي هم الصحه الاخوان ترى يعني حقيقه عندهم لجنتين صباحيه ومسائيه. يسلم ويستلم؟ لا هذا يمكن يقفل ب 12 وهذا يباشر ب 3:30 بالعام. صحيح. بالتالي مشكله هاي غلط. اي هم يتحمل هذا يسبب لك ارباك لك كمرور. صح اي نعم بس يتحمل المواطن عندك علم حراره الجو. شنو تحتاج هسه؟ ممنون. تحتاج شيء نسهل لك امر؟ ربي يحفظك يسلمك. ضمن القانون طبعا سهل. اكيد طبعا لا طبعا ممنون وما قصروا. اتمنى لك موافقين. الله يسلمك. شكرا استاذ.